محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكوى من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبان اللهم هون علينا سفرنا هذا واطرحنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة في أهلي ربي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العظيم فسقامي يتعبني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون kemudian ditutup menggunakan medianya. حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون 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 قل له كن فيكون
حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي أتعبتني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي أتعبتني يا ربي الرحيم.